بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. كالعادة يا جماعة، زي ما اتعلمنا في كورس الساس الميكسنز، او حتى لو انت ما اتعلمتش الكورس هنتعلمه ان شاء الله في الباك جي اس. طبعا مفيش حد احسن من حد. الميكسن هو عبارة عن بيس اوف كود، قطعة من الكود تقدر تستعملها في كل مكان في الصفحة، تقدر تستعملها في كل مكان في التصميم بتاعك. ايه فايدتها وليه انا بعمل الميكسن دي؟ تخيل معايا ان انا عندي قائمة المهارات بتاعتي، عايز في كذا مكان هحط قائمة المهارات دي، تمام؟ بكتب كلمة ميكسن مسافة اسم القائمة، هسميها سكيل مثلا ليست. دي السكيل ليست بتاعتي هتكون عبارة عن ايه؟ هتكون عبارة عن يو ال، وجوه اليو ال في ال اي، وبعد كده جوه ال اي في الحاجات اللي انت عايزها كلها، مفيش مشكلة خالص. هقول له مثلا بي اتش بي ال اي مثلا ماي اس كيو ال ال اي لارافيل على سبيل المثال. دي الليست عادية مفيش فيها اي مشكلة خالص، مش هتطبع طبعا في الصفحة لان هي الليست محطوطة عشان انت تستخدمها في مكان تاني. طب عايز استخدمها بقى، هتستخدمها فين؟ تعالى على سبيل المثال هستخدمها بعد ماي سكيلز دي بدل اللي احنا كاتبينها دي، او نستخدمها معاها مفيش مشكلة خالص. تحتها على طول هنا هروح قايله زائد سكيل ليست، تحت اليو ال نفس مستوى اليو ال يا شباب، وسيف زي ما انت شايف يو ال سلاش يو ال بعدين بي اتش بي ماي اس كيو ال لارافيل. كل حاجه انت كتبتها هنا في الليسته دي تقدر تستخدمها في اي مكان. طب هات لي السكيل ليست دي تاني واحطها بعد اللوب بتاع مثلا اللي هو ده اللي فوق البيرنت ديف على طول. هنزل تحت شويه، ادي البيرنت ديف اهو، وادي السكيل ليست بتاعتي. اي حاجه اغيرها فيها هتتغير في كله مفيش مشكله خالص. يعني ايه اي حاجه اتغيرها فيها؟ يعني لو جيت قلت له اليو ال الكلاس بتاعها اسمه ليست ان ستايلد، حطيت لها كلاس خلاص ليست ان ستايلد هنا، ليست ان ستايلد هنا، في كل مكان هتحطها هتتغير. طب انا سامع واحد صايع من الناس الصايعه بيقول لي، بقول لك ايه، انا كنت متابع معاك كورس الساس وانت كنت عامل ملف للميكسن، ليه ما تعمل لناش هنا ملف للميكسن؟ هقول له عينيا ليك، انت عجبتني. فاروح واخد الميكسن ده في ملف جديد، اروح مسيف الملف باسم ايه جوه الانكلود. بالمناسبه انا هوريكم طريقه تاني لما نخلص بس الكورس، عشان هو عمل ريندر للملفات دي وانا سايبها للاخر، هقول لكم ليه. هعمل ملف هنا هسميه ماي مثلا ميكسن او ماي ميكسنز دوت بج. بقى عندي ملف اسمه ماي ميكسنز، وهنا كالعاده هقول له انكلود بعدين انكلودز سلاش ماي ميكسنز وسيف. في اي حاجه باظت؟ مفيش. في اي حاجه خربت؟ مفيش. هدخل على ماي ميكسنز وهعدل عليه بقى عشان اشوف كل حاجه شغاله تمام ولا لا. هزود على المهارات دي الاي واقول له يي فريم ورك وسيف. ايه اللي حصل؟ اتحط لي الي هنا، نزل تحت شويه اتحط لي الي هنا، كله تمام. بقى عندي ملف للميكسنز، وعرفت ازاي احط البوكس بتاعي اللي هو فيه عناصر او فيه اي حاجه في الدنيا انت عايز تعملها، وبعد كده استدعيه في المكان المناسب ليه. طب بقول لك ايه، انا عايز اسالك سؤال قبل ما تقفل الدرس، سؤال مهم. هل الملفات دي كلها مرتبطه ببعضها؟ ازاي؟ قصدك ايه؟ يعني انا لو عايز اطبع اسم السين بتاعي ده زي ما اتفقنا قبل كده بطريقه الانتربوليشن مثلا جوه الميكسن نفسها، هل في مشكله؟ طب ما تيجي نجرب. هنا هحط اسم السيم هنا، هقول له مثلا سيسز وبعدين سيم، وقبلهم احط اسم السيم في الحته دي هاش كيرلي بليسز سيم نيم، وكتب لي هنا ذيس از الزيرو سيم. يعني كل حاجه كونكتد، يعني مفيش اي مشكله خالص ان انت تربط كل حاجه ببعض والحياه زي الفل. وعملنا الانكلود وعملنا الميكسن وفهمنا فكره الميكسن بعلامه بس البلس واسم الميكسن اللي انت عملته. الدرس ده يا جماعه بس قال لك فكره الميكسن بس، احنا هنكمل. بس انا مش عايز الدرس ده يكون طويل لان الميكسن بتقبل ارجيومنت جواها وبتقبل شغل عالي، وانا عايز افصله لوحده عشان يبقى سهل جدا عليكم. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي، والسلام عليكم.